بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية جميعا. بإذن الله سبحانه وتعالى راح نتكلم في هذا الفيديو عن مادة البيكمستري 2 أو الكيمياء الحيوية 2. زي ما بتعرفون المادة 3 ساعات مع اللاب بتصفي 4. المادة بشكل أساسي وعام تتكون أو بتتكلم عن عمليات الأيض اللي بتصير على الكربوهيدرات أو الدهون أو الفات أو الأحماض الأمينية أو النووية، بالإضافة إلى أنها بتهتم بالتفاعلات الحيوية اللي بتصير داخل الخلايا اللي بتؤدي إلى إنتاج أو استهلاك الطاقة اللازمة عشان تستخدمها الخلايا للقيام بالوظيفة تبعتها. بشكل عام تعرفوا المادة بعطوها الدكاترة محمد سعدي وحنان أسعد، دكاترة جدا رائعين، عندهم أسلوب في توصيل المعلومة وجدا متعاونين مع الطلاب. بعطوا بونص داخل المحاضرة وبعطوا بونص في الامتحان، وبعد الامتحان إذا كان في طبلان جماعي من جهة الطلاب بيكون في بونص خارج علامة أو علامتين. فمن ناحية العلامات والكوزات والتعاون ما بنخاف من الدكاترة دول بصراحة. كمادة هي تقسم أو تصنف كمادة طويلة نوعا ما بحدود 11 أو 12 تشابتر، وكل تشابتر في باثوي واحد أو أكثر، وفي تفاصيل جدا كثيرة بصراحة. يعني هي ممكن نقسمها أو نعتبرها إنها واحدة من أول أو ثاني مادة بعد العقاقير راح تواجه الطالب، راح الطالب يواجه فيها صعوبة، يعني راح يحس إنه قاعد بدرس إشي صعب مو إشي سهل. فعشان تكونوا بالصورة بس نحطكم نحكي لكم النقاط هاي مش للتخويف أبدا. بالنسبة للسلايدات دكتور محمد سعادة مقسمهم لخمس أجزاء، مش عارف كيف بصراحة، يعني عاجق الجو شوي، حاط شابتر أو شابترين أو ثلاثة بكل جزء. خلينا نحن نستعرض أسماء الشباتر أول إشي، بعدين نرجع للسلايدات بشكل عام. بالبداية حكينا إنه المادة بتهتم بدراسة الطاقة في الخلية، التفاعلات التي تؤدي لإنتاج أو استهلاك الطاقة في الخلية. فعشان هيك وجب إنه تبدأ المادة كإنترودكشن أو مقدمة بالبيو إنرجيتك، علاقة الطاقة بالبيولوجي. التشابتر هذا بعطيك مقدمة وبعطيك بعض المصطلحات والكونسبت عشان تدرس المادة وتمشي فيها لقدام. مثلا بعطيك معلومات عن الدلتا جي، الدلتا اس، الانتروبي والانثلبي، المعادلات والقوانين المرتبطة بهذا الشيء، متى التفاعل بيكون سبونتينيسلي، متى ما بيكون سبونتينيسلي، لما تكون الدلتا اتش موجبه شو يعني، لما تكون دلتا اتش سالبه شو يعني. معلومات بشكل عام اخذناها في البيولوجي. مصطلحات مثل مثلا انانشومار، ايبيمار، ايزومار، شو يعني الشغلات هاي بس. وبعطيك بعض الكونسبت اللي هم مهمين واللي بيفيدوك في دراسه الماده او الشباتر اللاحقه. واحد من اهم المبادئ اللي بتفيدك في دراسه الماده اللي هو الرياكتنت بوجود الانزيم بعطوك برودكت. هذا المبدا او الفكره اذا خليتها ببالك طول فتره دراسه الماده راح تعطيك اشي، يعني تخليك تستنتج او تقدر تجاوب على اي سؤال من خلال استنتاج مش حفظ. فمثلا اذا حكينا انه احنا عندنا تفاعل المتفاعلات بوجود انزيم معين بعطوك نواتج، زادت الرياكتنت بشكل يعني اساسي او بشكل رئيسي راح تزيد البرودكت. طيب زدنا الانزيم راح تزيد البرودكت، بس مثلا زيادة الإنزيم راح يؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل، ولكن زيادة كمية البرودكت ما راح تزيد إلا بزيادة كمية الرياكتنت مثلا، لأنه الإنزيم مثلا بس راح يزيد سرعة التفاعل ولكن ما راح يزيد كمية البرودكت. طيب صار في نقص بالبرودكت راح نعرف إنه صار في نقص بالإنزيم، أو صار في نقص بالرياكتنت. صار في زيادة بالبرودكت راح نعرف إنه في زيادة بالإنزيم أو في زيادة بالرياكتنت. طيب صار مثلا تثبيط لهذا التفاعل او قله في السرعه نعرف انه الانزيم قل او البرودكت زادت، لانه زياده في البرودكت الجسم خلاص بده حد معين، مثلا بده 10 جرام من هذا البرودكت، اذا وصلنا 9 راح يصير سرعه التفاعل راح تبطا تبطا تبطا، لما توصل 10 بتصير صفر. فاذا هذا هو المبدا، مثلا حكينا انه الرياكتنت قلت كميتها برضه راح يؤدي ذلك الى بطء التفاعل. فاهم كيف؟ يعني هذا الكونسبت اذا بتخليه ببالك بيسهل عليك كثير من الامور، واللي لما تدخل من المادة أكثر وتتعمق فيها راح تشوف إنه هذا فعلا الكونسبت بفيدك. طيب نرجع للسلايدات للأسماء الشباتر عفوا. إذا هذا كان كل شيء بيتعلق بالبيو انرجيتك. الجلايكوليسيس بشكل أساسي هو أول باثوي راح يمر عليك بهاي المادة. الجلايكوليسيس هو باثوي بتكون من خط واحد، يعني بيبدأ في الجلوكوز وبينتهي في البايروفيت إذا كان هوائي اللي هو ايروبيك، وبنتي باللاكتيت اذا كان انيروبيك غير هوائي. الجلايكوليسيس هو باثوي بيصير في حاله الاكل او لما يكون في غذاء بتزيد نسبه السكر في الجسم، فبيؤدي ذلك الى جلايكو اللي هو سكر، ولايسيس تحليل بيؤدي الى تحليل السكر وانتاج وادخاله الى داخل الخلايا.
تمام، عن طريق عن طريق يعني باث واي معين. يعني اذا بدنا نستعرض لكم الجلايكوليسيس بشكل عام، هي موجوده هي بصفحه واحده بس. يعني احنا بصراحه لازم نشير انه الماده هي تعتبر ماده طويله، ولكن بيقدر اي حدا يلخصها. يعني الماده قابله للتلخيص بشكل سهل جدا، هي عباره عن باث واي واسماء انزيمز اغلبها، فانه اشي سهل لما تلخصها. واذا كتبتها كل ما بتكتب بايدك بتحفظ بشكل اسرع. يعني مثلا ناخذ اول خطوه، هيك هاي اول خطوه انت راح يعني تدرس عليها اغلب الخطوات لقدام بالماده. فانت مثلا عندك الجلوكوز، الجلوكوز بتحول لجلوكوز 6 فوسفيت. شو صار الاختلاف؟ انه الجلوكوز على الكربون رقم 6 ضفت جزيء فوسفيت. طيب الفوسفيت من وين بدي اجيبه؟ بدي جزيء اي تي بي. اي تي بي اللي هو ادينوسين تراي فوسفيت صار ادينوسين داي فوسفيت، خسر فوسفيت وحده. وين راحت؟ راحت على الكربون رقم 6 على الجلوكوز. شو الانزيم المسؤول عن هاي العمليه؟ هو انزيم اسمه هيكسو كاينيز. في عنده من 1 و2 و3 و4 انواع. فاذا بالتالي انت بكل خطوه من خطوات اي باثوي بواجهك بالماده لازم تعرف اسم البرودكت واسم الرياكتنت واسم الانزيم، شو الانزيم بيعمل. وبهذا الخطوه هاي اذا صار استخدام جزيء طاقه او ما صار استخدام جزيء طاقه، وهذا الطاقه هل هي اي تي بي، هل هي اي تي بي، هل هي ناد بي اتش، هل هي ناد اتش، هل هي فاد اتش 2 وغيره. فاذا هذا هو المبدا بشكل اساسي. يعني مثلا الخطوه التاليه اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت تحول لفركتوز 6 فوسفيت عن طريق انزيم اسمه فوسفو جلوكوز ايزومريز. هون وجب الاشاره الى انه اسماء الانزيمات بشكل عام، يعني عشان ما تتلخبطوا فيها وتصير اشي معقد، هو بالعكس اشي سهل. اسم الانزيم بدل على الفانكشن تاعته. فمثلا الكاينيز هو اضافه فوسفيت، الفوسفاتيز هو ازاله فوسفيت، الدي هيدروجينيز انك تشيل هيدروجين، الهيدروجينيز انك تضيف هيدروجين، الايزوميريز تحول من ايزومر لايزومر اخر، الميوتيز انك تنقل واحده من الشنص او التفرعات من كربون لاخرى، وهكذا. يعني يعني الفكره انه الاسم الاول من انزيم مثلا هون عندك فوسفو جلوكوز هو اسم الرياكتنت، الايزو او الايزوميريز هو هنا اللي هو الاسم الفانكشن اللي بقوم فيها الانزيم، والايز اللي هي السفكس او المقطع النهائي اللي بنتهي فيه الانزيم دائما دائما بنتهي بايز. مثلا هون عندك الدوليز، دي هيدروجينيز، ايزومريز ايضا، هون عندك هيكسوكاينيز وهكذا. فاذا هذه هي الجلايكوليسيس بشكل اساسي. عكس الجلايكوليسيس عندك الجلوكونيوجينيسيس، وهي العمليه اللي بتصير في حاله الستارفيشن او في حاله الفاستنج. لما تكون صايم او مو ماكل بتكون نسبة السكر قليلة جدا في الدم أو في الجسم، فالجسم بده يعوض هذا النقص عن طريق إنه يجد سورسز مختلفة لإنتاج السكر غير الغذاء. فمثلا بصير يستخدم الجليسرول أو اللاكتيت أو الأمينو أسيد عن طريق إنه يبني من خلاله الجلوكوز، والجلوكوز يصير إنتاج الطاقة منه أو غذاء للدماغ. الدماغ بشكل أساسي بتكون دماغ عفوا بشكل أساسي بتغذى على الجلوكوز. فإذا أنت عندك هنا جلوكو ونيو يعني جلوكو سكر، نيو يعني نيو او شيء جديد، جينيسيس انتاج. فاذا انتاج سكر جديد هي معكوسه من جلايكوليسيس. حرفيا هي مبداها زي الجلايكوليسيس بالضبط، ولكن انت بتمشي بالعكس، بتمشي من فوسفينول بايروفيت 2 فوسفو جليسريت 3 فوسفو جليسريت، بتطلع طلوع اخر شيء لحد ما توصل للجلوكوز. شيء سهل جدا ومو بهاي الصعوبه صراحه. بشكل عام فعندك بعديها الميتابوليزم للمونوساكرايد والدايساكرايد. المونوساكرايد زي ما بتعرفوا هم الجلوكوز والجالاكتوز الجلوكوز والجالاكتوز والفركتوز. الدايساكرايد اللي هو السكروز واللاكتوز والمالتوز، تمام. بهذا التشابتر بدك تعرف كيف طريقة انتاجهم، وين يستهلكوا، وايش بنستخدمهم عشان نبني شو مثلا، او شو الباثوي اللي بيدخلوا فيهم وهكذا. يعني التي سي اي سايكل هي باثوي اخر لانتاج الطاقه في الجسم. لو بدنا نستعرضها بشكل عام، بدنا نحكي مثلا هيها. طيب التي سي اي سايكل بتبدا باسيتايل كو اي اللي هو بنتج من خلال زي ما انتم شايفين هون عندك شو هنقربها شوي صغيره. زي ما انت شايف هنا اخر اشي اخر خطوه في الجلايكوليسيس اللي هو البايروفيت. البايروفيت بيخسر جزيء سي او 2 بيعطيني اسيتيل كو اي. الاسيتيل كو اي يعتبر البيلدينج بلوك او البريكورسر للسيتريك اسيد سايكل او التي سي اي سايكل.
حكي عن الاسيتات بدخل بعطينا سيتريت ايوسيتريت الفا كيتو جلوتريت ساكسينيل كو اي ساكسينيت فيوميريت ماليت اوكزالا اوسيتيت. بدك تحفظهم وبدك تحفظ كل انزيم كل على كل سهم ايش الانزيم الموجود وهل يتم استخدام طاقه في هذه الحاله او لا وشو نوع الطاقه المستخدمه وهكذا. بشكل اساسي انت شايفه انه اشي صعب، بس هو مو اشي صعب. المره اذا ركزت مع الدكتور في المحاضره وانتبهت عليه شو بيحكي وفهمت اسماء الانزيمز، مش مجرد حفظ، فهمت اسماء الموليكيولز مش مجرد انك حفظتهم. الاوكسيداتيف فوسفورايليشن او بنقدر نحكي اللي هي الالكترون ترانسبورت تشين، برضه جزء اخر او طريق اخرى او سيكونس او باثوي اخر لانتاج الطاقه في الجسم. الجلايكوجين ميتابوليزم، الجلايكوجين ميتابوليزم هو بتلخص انك تعرف شو الجلايكوجين كيف بتكون وكيف بتم التخلص منه او الديجريديشن له لانتاج الطاقه. يعني اذا بدنا نلخص كل الجلايكوجين ميتابوليزم بتلخص بهاي الصفحه، عندك هذا السيكونس معين في هاي الجهه اللي هو الكاينيز اللي هو التخلص او الديجريديشن للجلايكوجين، في هذا الجزء اللي هو الجلايكوجين سينثيز. تمام، مجموعة من الانزيمز بتكون، وهذا اذا كان عليه فوسفوريليشن بكون اكتف، هذا اذا كان عليه فوسفوريليشن بكون ان اكتف، هذا اللي بيعمله فوسفوريليشن مجموعة من الانزيمز اخرى وهذا برضه بيعمل فوسفوريليشن. يعني مجموعة من التفاصيل احنا هلا مش بمقام انه ندخلها، ولكن بشكل عام هو اشي سهل جدا لو انت فهمته وحفظته مظبوط. يعني نرجع البنتوز فوسفيت باثوي والنات بي اتش، برضه باثوي اخر لانتاج الطاقه في الجسم عن طريق البنتوز واستخدام استخراج الطاقه من النات بي اتش. الدايرتري ليبيد ميتابوليزم اللي هي الميتابوليزم الانابوليزم والكتابوليزم اللي بتصير على الليبيد اللي بتاكله في الغذاء، الفاتي اسيد والكيتون بادي والتراي اسايكليسرول او التاج اللي هو انواع الدهون والفات والليبيدز اللي بتكون موجوده في الجسم، كيف تستخدمها، وين بيتم انتاجها، شو مكوناتها، وين تستهلك وهكذا. الكوليسترول، لايبوبروتين، ستيرويد ميتابوليزم، والامينو اسيد ديجريديشن ميتابوليزم، كلها نفس الشيء. معلومات انه انت بدك تعرف شو هذه، شو تركيبتها، شو مكوناتها، وين تستخدم، ولايش تستخدم، كم كميه الطاقه اللي بقدر استخرجها منها وهكذا. اخر شابتر عندك هو شابتر شوي يعني صغير، وبصراحه هو غلط انه نحط اخر شابتر برايي، يعني الاصل انه نحط اول شيء، لانه هو بعطيك يعني انتجريشن اوف ميتابوليزم، بعطيك تعريف للميتابوليزم، يعني ميتابوليزم هون ميتابوليزم هون ميتابوليزم هون، اخر شيء بعطيك شو معنى الميتابوليزم، شو يعني مكوناته، وبهذا الشابتر بالضبط بفهمك الكونسبت هذا اللي كنت احكي عنه. تمام، فانه شابتر سهل، وانت بس توصل اصلا راح تكتشف انه انت هذا الحكي كله اللي موجود فيه وفهمه وكلياته اشي سهل بالنسبه لك صح. طيب بشكل اساسي بدنا نشير لنقطه مهمه، انه الكتاب فعليا من اهم المصادر اللي لازم تدرس عليها. يعني الكتاب اشي سهل جدا، مو هالاشي الصعب، ويعني اشي جدا سهل بالنسبه لطالب انه يدرس منه. بالعكس اصلا انت بتحس حالك انه بني ادم، يعني في نوع من الانجاز او في نوع من المتعه انك تدرس بكتاب. لغته جدا سهله والرسومات فيه جدا واضحه، اصلا ماده البيكم 2 يعني اغلبها رسومات. يعني انت يعني مثلا ناخذ مثلا شو بدنا نحكي، يعني عندك مثلا هاي الرسمه، تمام، عندك هاي الرسمه اللي هي في الالكترون ترانسبورت تشين او شيء زي هيك، اسماء ادويه بتاثر على الالكترون ترانسبورت تشين. اذا مثلا حفظت هاي الرسمه انت بتغني حالك على كل الكلام هذا مثلا، تمام، او مثلا باي اي اي شيء ثاني. مثلا هاي الالكترون ترانسبورت تشين، اذا فهمت هاي الرسمه وحفظت مكوناتها انت بتغني حالك عن كل شيء هون. يعني الاي تي بي سينثيز هاي موجود هون، الاي تي بي سينثيز هذا يعتبر اي تي بي سينثيز. اذا انت فهمت الرسمه وتمكنت منها بيغنيك انك تقرا الكلام هذا. فانه انا منه علي درست الماده من الكتاب وكان مو اشي صعب ابدا وإشي جميل، وفي بكل نهاية شابتر عندك أسئلة وهي إجاباتها بيجي منها كثير بالامتحان، وفي عندك بكل شابتر سمري معين بلخص لك. مثلا هنا شابتر سمري حرفيا بيرجع بيرتب لك كل المعلومات اللي أنت أخذتها في هذا الشابتر. هاي مثلا سمري بيكون زي هيك، بيكون إشي جدا إبداعي وجدا مفيد. فيعني نصيحة إنه يتم الدراسة من الكتاب، بيكون إشي جدا جدا رائع وأنا بنصح فيه. وللعلم اصلا دكتوره حنان ما بتعطي سلايداتها، سلايداتها بتكون كوبي بيست من الكتاب، مو انه اشي مرخص او هذا، بالعكس بتكون اصلا هي بتحط السلايد وبتصير تسال حالها انا شو بدي ادرس الطلاب من هاي السلايد، ما بتقرا كل السلايد اصلا. فادرسوا من الكتاب اشي الطف بكم.
طيب في البداية مثلا خلينا نستعرض مثلا واحدة من الاستعدادات، أي شيء بغض النظر، يعني مثلا رياكشن اوف تي سي اي سايكل، عندك الالفا كيتو جلوتاريت بيتحول لساكسينايل كو اي عن طريق كومبلكس اسمه الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز كومبلكس. طيب دي هيدروجينيز معناها ازالة هيدروجين، طيب الهيدروجين وين بدها تروح؟ بدخل ناد اتش وبعطيني، بدخل ناد عفوا وبعطيني ناد اتش. هذا الناد اتش يعتبر مصدر من مصادر الطاقة، تمام. ناد اتش بيتكون من 2.5 او 3 اي تي بي، يعتبر مصدر من مصادر الطاقة. وهكذا مثلا هون بدك تعرف انه الناد اتش والساكسينايل كو اي تعتبر انهبيتر لهذا الرياكشن، والكالسيوم ايون يعتبر اكتيفيتر لهذا الرياكشن. وهكذا يعني مبدا دراسه الباثويز بيكون اشي سهل، مو اشي بمقدار هاي الصعوبه. يعني انتم ممكن تشوفوا انه رسمات هون شوي بتخوف او انه فيها نوع من التعقيد، بس هي جدا واضحه والامور جدا سهله فيها. وهكذا إذن زي ما حكينا جماعة البوت الله يجزيهم الخير مش مقصرين في مادة البيكم 2، كل شيء موجود على البوت من الملخصات والكتاب وأسئلة سنوات، حتى اللاب جدا مخدوم، والسلايدات دكتور محمد سعادة موجودة. إذا بدنا نشوف مثلا أسئلة سنوات في عندنا 4 نماذج، يعني هاي ما بعرف إذا زاد عليهم ولا لا بال 2017، أكيد انزاد. عندك مثلا ملخصات، وفي ملخصات دول أنا أعملهم، في ملخصات لنجدة الصيدلة، وفي ملخصات لكثير طلاب يعني موجودة، وإشي سهل. وزي ما حكيت المادة سهلة تلخيص أصلا بشكل عام، ممكن أي طالب يلخصها، وبالعكس أنا بنصح إنه أنت تلخصها في إيدك. وحتى لو يعني ما درست الملخصات مرات، يعني بس بمجرد إنك تكتب في إيدك بخلي الإشي يرسخ في راسك بشكل مباشر. طيب خلينا ننتقل لللاب. اللاب زي ما حكينا مختوم بشكل جدا رائع، الريبورتات كلها موجودة والكويزات كلها موجودة. اللاب بعطيه الدكتورة أو المس أسماء الأعرج، أسماء يعني دكتورة غنية عن التعريف بصراحة، جدا رائعة وجدا متعاونة، وحرفيا حافظة المادة ومتمكنة منها بشكل جدا رائع. مثلا عندك الامتحان النهائي لللاب بتلخص بس بصفحة واحدة، في عندك مجموعة من التست، أو عندك مثلا هاي تيست هون، تيست المولش والبندكتس والنيتروبريسايد، عندك الايودين البارفويد والنايترو نايتروبريسايد تيست وغيرها من التيست. يعني بشكل عام كل تيست مثلا انت بتدخل بعطوك تيست تيوب معين، هذا التيست تيوب تعمله المولش تيست، اذا كان نيجاتيف مثلا بكون اشي، واذا كان بوزيتيف بكون اشي، نوع من الاحتمالات. بتحفظ هاي الصفحة وبتدخل بتجيب 10 بضلك طالع، يعني مو بالاشي الصعب ابدا. يعني اللاب بحدود 10 او 9 لابات، مو ما في ولا واحد منهم بخوف، جدا الاشي سهل وجدا شرحهم رائع، الريبورتات قصيرة، والكويزات عند الدكتورة أسماء الأعرج جدا بيكون اشي سهل. فبشكل عام يعني هذا كان كل شيء للفيديو، نتمنى انكم استفدتوا من هاي المراجعة، ونشوفكم في فيديوهات تانية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.